بتمنى يبقى في كل يوم عندنا مهرجان زي مهرجان الموسيقى العربيه ومهرجان القلعه. والله ان شاء الله خير. الجمهور الجميل اللي جاي النهارده مخصوص الاستاذ هاني شاكر، حابب تقول له؟ بقول له بحبك زي ما انت بتحبني، وربنا يقدرني واسعدك واقدر اقدم كل اللي نفسك تسمعه النهارده، ونروح كلنا مبسوطين ان شاء الله. النهارده هنسمع ايه عشان ما ناخرش حضرتك؟ ان شاء الله ضروري. انا ناديه طبعا من الاصوات الجميله الرائعه، ده غير انها حبيبه قلبي ويعني فنانه انا بعتز بيها على المستوى الفني والانساني، ف يعني يسعدني طبعا اي تعامل فني بيني وبين ناديه. اكيد هيبقى رأي ايجابي يعني. يعني انت متخيله هعمل غنوه مثلا وهاجمها تاني يوم؟ ردود افعال الجماهير يا استاذ، انت قولوا. طب بالله عليك بتتابع ازاي ردود افعال الجماهير؟ لا يعني انا ما بتابعش قوي، يعني في ناس معايا طبعا في السوشيال ميديا. لا معظم الناس مبسوطه يعني، لان هي خطوه جديده جريئه غريبه. الكبير وبعدها مروق، يعني سكه جديده عليا جدا جدا. وانا بقول حاجه يعني، سواء كان يعني الناس حابه التجربه او لا، لكن هو يكفي شرف المحاوله. يعني انت بتعمل الجديد، والله عجب الناس عجب ما عجبش مش مشكله، مش دي نهايه العالم. لكن هي بالنسبه لي انا فعلا يعني مصطفى شكري كمؤلف وملحن كان حاله غريبه بالنسبه لي، مختلفه، حبيت اتعامل معاه. وفي النهايه كان عندنا الكبير ومروق وال يعني حب الناس الكبير لهم دول. النهارده هنسمع ايه بقى يا استاذ هاني؟ النهارده هنسمع ايه بقى؟ هنسمع كل حاجه، قديم وجديد والكبير ومروق طبعا، وكله كله ان شاء الله. لا طبعا بتبقى سعاده كبيره. انت لما بتغني الغنوه في الاستوديو ده موضوع، وما بتغنيها لايف مع الناس تشوفي انطباعاتهم وتجاوبهم معاكي، ده بيبقى موضوع تاني خالص طبعا. ايه بتقول الميديا النهارده اللي بتغطي الحفل؟ بقول انتوا نورتوني جميعا واسعدتوني، واي مناسبه او مهرجان بيتعمل من غير وجودكم ووقوفكم معانا